طيب النهاردة احنا قلنا هنتكلم عن التصميم بتاع المين بيم. طبعا المين بيم عموما غالبا بتتعمل بيلت اب سيكشن. ليه؟ هي ملهاش علاقة بموضوع سكندري بيم ولا كروس جيردر ولا مين بيم، هي ليها علاقة بان القطاع اللي في الجداول الهوت رولد ده هيكفي ولا مش هيكفي. فغالبا السترينجر بتبقى كاميرا صغيرة كده عليها مومنت معقول فبنجيبها من الجداول. الكروس جيردر ساعات وساعات، يعني ساعات بيطلع عليها مومنت اجي اروح اختار من الجداول الاقي نفع، يعني الاقي فيه قطاعات نفعت. اللي هي مثلا بجرب ايه اول حاجه؟ اول حاجه بجرب الاي بي اي، ما نفعش بتجرب الاتش اي اي اللي هي القطاعات اللي فلانجاتها عريضه شويه، ما نفعش بتجرب الاتش اي بي، وده اخر امل عندك يعني. طب ما نفعش الاتش اي بي، يعني القطاعات اللي في الجداول دي كلها ما نفعتش، ساعات بنجيب قطاع اتش اي بي ونقوم مدعمينه ببليتات، بليت من فوق وبليت من تحت اللي هي بنسميه كفر بليت، اللي هي حاجة كده بتبقى بالمنظر ده. بنقوم جايبين بليت أصغر من الفلانجة شوية ونقوم لحمينه يمين هنا، اللحام اللي هنا واللحام اللي الناحية التانية. الحل ده طبعا انت ما بتعملوش غير لو هو جه في الامتحان يعني قال لك كده، قال لك احنا عايزين نصمم الكروس جيردر ده ان هو ايه؟ ان هو عباره عن هوت رول سيكشن، فانا رحت لاكبر هوت رول سيكشن اللي هو اتش اي بي 1000 ولقيته مش مكفي، فساعتها تقوم حاطط الكفر بليت اللي فوق واللي تحت ده، وهتبقى بس الحكايه كلها هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان انت وانت جاي تعمل التشيك بتاع البندنج بتقوم قايل انا المفروض اقسم ام اكس على الاس اكس، تمام؟ فبتيجي انت تقول طيب هي الاس اكس، الاس اكس دي بتبقى هنجيبها منين؟ هنجيبها من الجداول؟ لا، ما هي بتاعت الجداول دي اللي هي بتاعت الاتش اي بي 1000، تمام؟ فبالتالي انا لازم ساعتها اقوم ازود البليت اللي فوق، ازود الانيرشيا بتاعته وازود الانيرشيا بتاعت البليت اللي تحت. فبتحسبها بقى بالطريقه اللي انت شايفها دي، ان انت بتحسب الانيرشيا بتاعت الاي اكس بتاعت القطاع اللي انت مطلعه من الجداول، وبتزود عليه الاريا بتاعت البليت تضربها في نقل المحاور تربيع، والاريا بتاعت البليت اللي تحت اللي هو زيه زي اللي فوق يعني تضربه في المسافه تربيع، يبقى انت جبت الانرشي. بعد ما تجيب الانرشي تقوم جايب الاس اكس، ان انت تقوم قايل الاس اكس بتساوي الاي اكس التوتال اللي انا لسه حاسبها دي اقسمها على المسافه اللي اسمها واي، حيث الواي دي المسافه من السنتر لاين لحد اعلى نقطه في القطاع اللي هي هتساوي اتش على الاثنين زائد التخانه بتاعت البليت اللي انت حطيتها، تمام؟ طيب انا البليت ده افرض ابعاده كام؟ انت البليت ده مبدئيا كعرض، البليت ده كعرض زي ما انت شايف كده، هو العرض بتاعه اقل من الفلانجه، يعني بتسيب له 2 سم يمين و2 سم شمال او سم يمين وسم شمال. طب هي الاتش اي بي 1000 دي بيبقى عرض فلانجتها بكام؟ بتبقى عرض الفلانجة بتاعتها ب 30 سنتي. خلاص، فانا البليت ده بعمله حوالي ايه؟ 28 27 حاجه كده في الرينج ده كعرض. طب كتخانه، كتخانه انت بتعوض في المعادله دي، انت عوضت في المعادله عشان تعمل التشويس فجبت الاس اكس ريكوايرد. الاس اكس ريكوايرد بتساوي الاس اكس بتاعت الاتش اي بي 1000 زائد البليتتين اللي انت هتعمل لهم نقل محاور دول، فهتلاقي ان انت عندك مجهول هنا الاريا بليت، ده المجهول الوحيد في المعادله. فتقوم جايب الاريا بليت اللي انت عايزها، طبعا الاريا بليت دي بتساوي ايه؟ الاريا بليت بتساوي البي في التي بتاعت البليت، فانت البي معاك انت فرضها ب 28، هتجيب التخانه بتاعت البليت. ده الموضوع كده بمنتهى البساطه. طيب مش دي اللي احنا جايين نتكلم عليها، لان ده في الاخر زيه زي تصميم الهوت رولد سيكشن. ايه اللي احنا جايين نتكلم عليه؟ اللي احنا جايين نتكلم عليه اللي هو البيلت اب سيكشن، سواء نتكلم على كروس جيردر او سواء نتكلم على المين جيردر. احنا هنفصل قطاع من اوله لاخره، يعني القطاع ده مش موجود في الجداول، فبالتالي انا عندي مجاهيل كلها اللي هي البي فلانج والتي فلانج والاتش ويب والتي ويب. هنبتدي يعني كده زي ما عملنا السنه اللي فاتت في الكرين، ان احنا بنبتدي دايما بالويب، بنفرض الاتش بتاعته ليها علاقه بالسبان، ان الاتش ويب بتساوي السبان على، لو احنا بنتكلم عن المين جيردر فانا بقسم السبان على من 8 ل 12 كافريج، يعني سبان على 10. لو انا بتكلم على الكروس جيردر بقسم السبان على من 7 ل 9 كافريج، السبان على ال 8.
سترينجر غالبا ما بنروحش احنا نعمل سترينجر بيلت اب سكشن، غالبا بيكفي معانا اي بي اي من الجداول بتظبط الدنيا معانا. طيب انا كده جبت ارتفاع الويب، عايز بعد كده اجيب تخانه الويب، فبنقول ان احنا بنحسب التخانه بتاعه الويب دي اربع مرات. دي اربع مرات من ايه؟ اول حاجه الكود بيقول لك في الكباري ما ينفعش تستخدم اي بليت اقل من 8 ملي، خلاص يبقى المينيمم بتاعي 8 ملي. تاني حاجه الكود برضو في الكباري قال لك في شرط كده ان الاتش ويب على التي ويب يطلع رقم اقل من او يساوي 830 على الافيل، فانا معايا الاتش ويب هيبقى مجهول عندك التي ويب، فهتجيب التي ويب الثانيه. ده شرط الكود حط، قال لك ان انت ما ينفعش تعدي النسبه دي. تمام، بعد كده الويب بيشيل ايه؟ الويب بيشيل الشير، فهنقوم معوضين في معادله الشير ان الالاوبل ستريس بتاع الشير 0.35 الافيل بيساوي الكيو اللي هو الشير فورس اللي انت جايبها اللي هي ديد زائد لايف مقسومه على اريه الويب، يبقى هلاقي المجهول الوحيد برضو عندي اللي هو التي ويب، هطلعه لتالت مره. رابع مره احنا عايزين نعمل القطاع ده، واحنا بنعمله عشان يطلع قطاع موفر شويه، فهنقوم عاملين قطاع نون كومباكت. فنون كومباكت ده يعني المفروض اتش ويب على تي ويب تطلع بكام؟ فبنقول لك هنا على حسب، لو انت مستخدم القطاع بتاعك، لو انت جيت تحسب الاتش ويب لقيتها ما بين 1 لـ2 متر، الرينج ما بين 1 لـ2 متر، حتى لو تفتكر الارقام دي اللي هي من 1 لـ2 ومن 2 لـ2.8 او اكبر من 2.8 ظهرت معانا فين؟ ظهرت معانا في الاول خالص واحنا بنشرح اللي هي احنا بنشرح اللي هي اوت، قلنا لك لو الكاميرا بتاعتك ما بين متر لاتنين متر الدبس بتاعها بنستخدم بندعم الويب ده، كان الويب بتاع الكاميرا. فانا لما الويب ده الدبس بتاعه بيزيد ببتدي ان انا ادعمه بشويه ستيفنر. فاحنا قلنا لك لو الدبس من اقل ما بين 1 و2 متر هنقوم داعمينه فيرتيكال ستيفنر، يبقى انا اجيب شويه بلتات كده فيرتيكال راسيه وابتدي ان انا ادعم الويب ده كل مسافة من متر ونص لمتر 80. طيب لو من 2 لـ2.8 قلنا بالإضافة للفيرتيكال ستيفنر ده هنقوم جايبين إيه؟ هنقوم جايبين هوريزونتال ستيفنر على بعد دي على 5، قلنا هيبقى في ستيفنر كده مكمل بالطول بتاع الكوبري كله، بس الستيفنر ده إيه؟ الستيفنر ده هوريزونتال، خلاص على بعد مسافة كده من كومبريشن دي على 5. طب لو كانت المسافة أكبر من 2.8 قلنا هنقوم بالإضافة للفيرتيكال والهوريزونتال على دي على 5 هنحط كمان هوريزونتال على بعد مسافة من الكومبريشن دي على 2، خلاص هتقوم جايب اللي بعده ده وهكذا. خلاص فهي ليها علاقة إن أنت كل ما بتحط ستيفنرز أكتر كل ما الكود بيسمح لك بليمت اكبر، يعني انت هتلاقي الليمت ده 190 على اف يلد، ده امتى؟ لو انت من 1 لـ2 فمستخدم فيرتيكال ستيفنر. طيب لو انا مستخدم فيرتيكال وهوريزونتال على مسافه دي على 5 هتلاقي الليمت بيكبر، مسموح لك لحد 320 على جذر اف يلد. طب لو انا مستخدم الثلاث انواع بتوع الاستيفنر هيتسمح لك بحد 365 على جذر اف يلد. فانت لازم تبقى عارف انت في انهي رينج، ما انت معاك الاتش ويب هتشوف انت في انهي ليميت من الليميتس دي وتقوم رايح معوض في المعادله. طيب لو الاتش ويب كان اقل من 1 متر فده معناه ان انا مش هحط اي نوع من انواع الاستيفنر، فساعتها الكود بيقول لك انت هتعوض في المعادله دي. ايه المعادله دي؟ اللي هي الكيو ماكسيمم على الاريا بتاعه الويب تساوي 119 على الدي ويب على تي ويب في جذر اف فيلد في 0.35 الافي. وغالبا الارقام دي كلها ما بتبقاش جيفن، يعني 190 و320 و365 الكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كله انت حابب تحطه في دماغك بحيث ان هو ساعات كتير ما بيبقاش جيفن. طيب هنطلع التي ويب الرابعه، يبقى احنا كده طلعنا اربعه تي ويب، هناخد انهي واحده؟ طبعا اكبر واحده في الاربعه، هبتدي ان انا اخدها واشتغل بيها. طيب يبقى انا كده جبت ابعاد الويب الاتش والتي، عايز بعد كده اعمل ايه؟ عايز بعد كده اجيب ابعاد الفلانجه اللي هي البي فلانج والتي فلانج. هعمل زي ما عملنا في درس كرين جردر السنه اللي فاتت، اللي هو ايه؟ اللي هو قلنا ان انا هاخد المومنت اللي عندي وابتدي اقول ان المومنت ده بيعمل كومبريشن فورس على الفلانجه الفوقانيه وبيعمل تنشن فورس على الفلانجه اللي تحت.
طيب هنحسبه ازاي؟ هقوم واخد المومنت اقسمه على الاتش ويب. يعني احنا بنقول لك مفروض ان انت تقسمه على 98 الاتش ويب، مش هتفرق قوي يعني، هتلاقيها تقريبا ما بتفرقش حاجه خالص. ليه؟ لان احنا بنقول ان الكومبريشن فورس اللي انت جبتها فوق والتنشن فورس اللي انت جبتها تحت دول مش بيأثروا على الفلانجه، لا ده بيأثروا على الفلانجه وحته من الويب. قد ايه من الويب؟ 1/6 من الويب. يعني انا كاني بقول الفورس دي بتأثر على تي سيكشن عباره عن فلانجه 1/6 من الويب. فنقول لك يعني التي سيكشن دي السي جي بتاعها مش موجود في السنتر بتاع الفلانجه، لا ده موجود تحتيها بسنه بسيطه كده، وهنا السي جي موجود تحتيها بسنه بسيطه. فنقول لك ان المسافه دي من هنا لحد الناحيه الثانيه يعني اصغر من الاتش ويب بحته صغيره، تمام؟ فبالتالي هنقول لك يعني اعوض ب 98 من 100 الاتش ويب. زي ما قلنا ايه، مش هتفرق، عايز تعملها ماشي، مش عايز تعملها هتطلع تقريبا نفس النتيجه. طيب جبنا الكومبريشن فورس وجبنا التنشن فورس، تمام، هنعمل ايه؟ هنقوم معوضين في القانون كاني بصمم كومبريشن ممبر. صمم كومبريشن ممبر ازاي؟ هقول ان الالاوبل ستريس بيساوي الاكتوال ستريس. فالالاوبل ستريس في الكود القديم اللي هو الاي اس دي اللي انتوا بتدرسوه في الكباري ده كان بيبقى مسموح بستريس بوينت 5.8 الاف فيلد، تمام؟ وانت معاك الاف فيلد بيساوي ايه؟ بيساوي الفورس على الاريا. الاريا هو مين اللي بيقاوم السي؟ قلنا هي اريا الفلانج زائد 1/6 من اريا الويب، وانا معايا ارتفاع الويب ومعايا تخانه الويب، يبقى المجهول الوحيد في المعادله ده اللي هو مين؟ اللي هي الاريا فلانج. جبتها؟ اه جبتها. طب هي الاريا فلانج اللي انت جبتها دي اصلا مش هي بتساوي عرض الفلانج في تخانه الفلانجه؟ طب انا عندي كام مجهول في المعادله؟ عندي مجهولين البي والتي، فهشيل واحد واحطه بدلاله الثاني، يبقى هو شايل البي وحاطط بدلها 20 التي، يبقى بقى عندك مجهول واحد، هتجيب التي فلانج، وبعد ما جبت التي فلانج هتقربها لاقرب 2 مللي، تمام؟ وبعد كده هتقوم راجع تاني للمعادله بتاعتك. مش انت كانت عندك الاريا فلانج بتساوي البي في التي؟ طب وانا حاليا بقى معايا التي ومعايا الاريا كلها على بعضها، يبقى اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب البي فلانج وبقربها لاقرب عدد صحيح. بعد ما جبت الابعاد بناخد الفلانجه اللي فوق زيها زي الفلانجه اللي تحت، ناخد الاثنين قد بعض بالظبط. طيب انا كده حسبت الابعاد، هروح اعمل ايه؟ هروح احسب الانرشيا بتاعت اي بيم، ودي حاجه احنا بنعرف نحسبها يعني، مش حاجه جديده علينا. بعد ما حسبت الانرشيا هتقوم قايل ايه؟ هتقوم قايل المفروض ده قطاع سيمتريك، فالسي جي بتاعه في النص، فبالتالي هحسب الاي اكس، ولو قسمت الاي اكس دي على الواي، الواي اللي هي المسافه من السنتر لحد اعلى نقطه في القطاع اللي هي اتش ويب على الاثنين زائد التي فلانج، يبقى انا كده حسبت الاس اكس بتاعت القطاع اللي انا اخترته. هروح اعمل تشيك عليه زي بالظبط ما عملنا في القطاعات اللي قبل كده. هعمل كام تشيك؟ هعمل 4 تشيك. اول حاجه تشيك كومباكتنس، المفروض ان انت بتعمل تشيك كومباكتنس بالنسبه للبيلت اب سيكشن، انت عايز تشيك ان القطاع ده نون كومباكت. نون كومباكت، فالنون كومباكت ده بتعمل ايه؟ بتقوم تيجي تقسم نص الفلانجه اللي هي المسافه دي اللي هي نص الدي فلانج، تمام، وتقسمها على التي فلانج، طلع رقم. الرقم ده لو طلع اقل من 21 على جذر اف فيل يبقى الفلانجه دي نون كومباكت، خلاص. يبقى انا التارجت بتاعي في البيلت اب سيكشن ان القطاع بتاعي يطلع نون كومباكت مش كومباكت، خلاص. فبالتالي بشيك على النون كومباكت وانا مصممه اصلا على كده يعني، وانا بعمل تشويس، انا اصلا عامل تشويس على اساس ان هو يطلع نون كومباكت، فانت بتعمل التشيك ده هتلاقيه غصب عنه طلع نون كومباكت، تمام. يبقى دي كده الفلانج. طيب الويب، الاتش ويب على التي ويب، هتقوم مقارنها بال 190 او ال 320 او ال 365 على جذر الفيل ده على حسب ايه؟ قلنا ال 190 دي لو انت الدبس بتاعك من 1 ل 2 متر، 320 لو الدبس بتاعك من 2 ل 2.8، 365 لو الدبس بتاع الويب من 2.8 وانت طالع، تمام؟ يبقى انت كده عملت تشيك كومباكتنس، طلع قطاع البيلت اب سيكشن ده طلع نون كومباكت.
طيب ايه التشيك التاني؟ التشيك التاني البندنج ستريس، اللي هو التشيك ده بمنتهى البساطه، انا بجيب المومنت اقسمه على الاس اكس، يبقى انا كده جبت الستريس الحقيقي اللي بيأثر على القطاع. اقوم مقارنه بمين؟ اقوم مقارنه بالالاوبل. الالاوبل ده احنا قلنا دلوقتي احنا عندنا كذا كيس في الكود ال اي اس دي بتاعنا، بنقول لك لو القطاع بتاعك كومباكت ومفيش lateral torsional buckling، يعني ايه مفيش lateral torsional buckling؟ يعني الكاميرا اللي انت بتدرسها دي كان ناحيه الكومبريشن فلانج معدي فوقيها كده بلاطه خرسانه. احنا الطبيعي ان احنا بنخلي الكاميرا بتاعنا سيمبل بيم، تمام؟ فبالتالي دايما الكومبريشن فلانج بتبقى فوق، فانا لو في بلاطه خرسانه معديه على الكومبريشن فلانج يبقى مفيش lateral torsional buckling، يبقى ال LB بزيرو. خلاص. طيب ده امتى بيحصل؟ ده لو انت عندك الكوبري بتاعك كان ديك بريدج، لان انت في الديك بريدج كانت البلاطه الخرسانه بتبقى فوق المين بيم. طب في البوني بريدج؟ في البوني بريدج لا، البوني بريدج كانت دي الكاميرا المين بيم، وبتلاقي ان البلاطه الخرسانه كانت بتبقى تحت هنا، يبقى بالتالي الفلانج اللي فوق دي مالها؟ مش ممسوكه، يعني بيحصل لها lateral torsional buckling، ودي ليها حسبة كده هنعملها بعدين، تمام؟ طيب نكمل. لو الكاميرا كومباكت ومفيش lateral torsional buckling هتبقى 0.64 الافيل، ده الالاو. طب لو الكاميرا non compact ومفيش lateral torsional buckling، دي تحصل لنا امتى؟ لو انا مصمم المين بيم بيلت اب سيكشن، فانا ظبطه على اساس ان هو يبقى ايه؟ على اساس ان هو يبقى non compact، ولو الكوبري ديك فبالتالي مفيش lateral torsional buckling، يبقى انا هشتغل على ال 0.58 الاف يو، تمام؟ طيب لو القطاع بيحصل له lateral torsional buckling، يبقى انت هنا بتقول ان الالاوبل ستريس المفروض هيبقى اقل شويه من ال 0.58 الاف يو. هيبقى بكام؟ هيبقى بحاجه اسمها اف ال تي بي، يعني بنجيب ستريس بيطلع اقل شويه من 0.58 الى اف اي. طيب فاحنا بنقول لك يعني مبدئيا، مبدئيا لحد ما نديك الحته دي بتتحسب ازاي، انت هتعتبرها 0.85 الاف اي، يعني القطاع بتاعك سواء في lateral torsional buckling او ما فيش، انت هتعتبر ايه؟ طالما هو نون كومباكت هتعتبر ان الالاوبل ستريس 0.58 الاف اي. بس خليك عارف ان القطاعات اللي بيحصل لها lateral torsional buckling انا ممكن اجي اقول لك روح احسب لها ال FLTB بتاعتها، اللي هو الالاوبل ستريس نتيجه ان الكاميرا دي بيحصل لها lateral torsional buckling، فبتتكسر بدري شويه، تمام؟ بتتكسر عند ايه؟ بتتكسر عند ستريس FLTB. خلاص. فاحنا في المساله او في الخطوات بتاعتنا دايما في المين جيردر هنشتغل على 0.58 الاف يلد، بس خليك عارف ان احنا لسه في حته هنقولها في مره جايه ان انت ازاي تحسب الاف ال تي بي، تمام؟ طيب بعد كده هنروح نعمل التشيك فاتيج. التشيك فاتيج ده بيتعمل نتيجه المومنت بتاع الفاتيج اللي احنا جبناه، اللي هو لو تفتكر كان 7/10 في الام بتاع الكونسنتريتد لايف لود زائد 3/10 في الام ديستريبيوتد بتاع اللايف لود، هنقسمه على الاس اكس، يبقى انا كده جبت الاستريس الحقيقي، المفروض اقارنه بالالاول او المسموح به اللي هو الاف اس ار. طب الاف اس ار ده هنجيبه منين؟ الاف اس ار ده كل كاميرا مختلفه عن الثانيه، يعني ايه؟ يعني احنا بنقول لك انت عشان تجيب الاف اس ار لازم يبقى عندك معلومتين. المعلومه الاولى القطاع بتاعك رولد سكشن ولا بيلت اب سكشن، فهتحدد اذا كان ديتيل A ولا ديتيل B. ديتيل A ده رولد سكشن، ديتيل B ده البيلت اب سكشن. طيب تاني حاجة بنقول لك هو النمبر اوف سايكل 2 مليون ولا فوق ال 2 مليون؟ يعني ايه 2 مليون ولا فوق ال 2 مليون؟ دي بنحددها ازاي؟ دي الكود هو اللي بيقولها لك، يعني هو الكود دلوقتي بيقول لك انت عندك ايه؟ انت عندك في الكوبري ده 2 مين بيم، وبعدين ما بينهم كروس جيردر،
والكروس جردر دي ما بينها سترينجر. تمام. طيب فبن الكود كده حسبها بالاحتمالات، يعني قال لك دلوقتي احنا اي عربيه معديه هنا فوق الكوبري، مش اي عربيه معديه فوق الكوبري، لازم هتعدي على الكروس جردر، سواء الكامر سواء العربيه دي معديه في نص الكوبري، او العربيه دي كانت جايه على الطرف اللي هناك، او العربيه دي كانت جايه على الطرف اللي هنا، لازم هتعدي على الكروس جردر، لان الكروس جردر ده كاميرا عرضيه ماسكه عرض الكوبري، فاي حاجه هتعدي من فوق الكوبري هتعدي عليه. خلاص، عشان كده في الكروس جردر بنقول لك ان عدد السايكلز اللي هو بيتعرض لها خلال عمر الكوبري هو فوق ال 2 مليون. طب السترينجر والمين جردر، لا دول هناخده 2 مليون بس. ليه 2 مليون؟ عشان انت لو العربيه معديه هنا يبقى هتعدي على السترينجرز اللي هنا، بس السترينجرز الثانيه مش هتحس بحاجه. نفس الكلام بالنسبه للمين بيم، انت العربيه دي لو جايه على طرف الكوبري هتعدي على المين بيم اللي هنا، بس ايه، المين بيم اللي فوق دي مش هتحس بحاجه. فبالتالي السترينجر والمين بيم بنعتبر ان عدد السايكلز بتاعتهم 2 مليون. تمام. هو يا اما هيجيب لك الجدول ده في الامتحان، يا اما هيدي لك في المساله الاف اس ار صريحه كده في السؤال. فاحنا بنقول الكلام ده عشان لو هو جاب لك الجدول يبقى انا عرفت ان السترينجر والمين جردر انا هدخل في ال 2 مليون. طب لو كروس جردر هتدخل فوق ال 2 مليون. طيب انا عارف ان المين جردر بما ان كلامنا عليها دلوقتي هي 2 مليون، وهو بيلت اب سيكشن يبقى ديتيل بي، يبقى الاف اس ار بتاعته بكام؟ ب 1.26. تمام. دي كده التشيك بتاع الفتيج. طيب التشيك شير ستريس هيتعمل بنفس الطريقه اللي هي ايه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ان انت هتقسم الشير فورس على الاريا بتاعت الويب، هيطلع لك الستريس الحقيقي الاكتوال شير ستريس. طب انا مسموح لي بكام؟ مسموح لي ب 0.35 الاف اي. بعد كده هتعمل التشيك ديفليكشن اللي هو انت دلوقتي بتقول انا مين بيم، المين بيم دي عليها الرياكشنات، ساعه لما لو تفتكر انا جبت عليها رياكشنات طلع ان انا عندي رياكشنين كونسنتريتد ما بينهم 1.2، وعليها رياكشن ديستريبيوتد اللي انت كنت طلعته من الشرايح. فهتبتدي تحسب الديفليكشن اللي جاي من هنا والديفليكشن اللي جاي من هنا وتجمعهم على بعض، يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت جبت الديفليكشن الحقيقي اللي بيحصل في الكوبري. هنقارنه بكام؟ هنقارنه بالسبان على 600. خلاص، ده المسموح به اللي هي الطول بتاع المين بيم او الطول بتاع الكوبري يعني على ال 600. دي كده الخمسه تشيك اللي احنا هنعملهم في المين بيم. طب تعالى ناخد مثال بالارقام. مثلا هنا كان عندي كوبري هو مديني المومنت جيفن ومديني الشير جيفن، فبيقول لي بقى ادخل صمم المين بيم دي. طيب طول الكوبري كام؟ طول الكوبري كان 30 متر. فتعالى هندخل الاول على خطوه التشويس. خطوه التشويس دي هتقوم قايل انا هجيب اول حاجه ابعاد الويب، فهياخد الاتش ويب بتساوي ال على 10، 30 متر على 10 يبقى الويب هيطلع ارتفاعه 3 متر. دي اول حاجه. تاني حاجه انا هقوم جايب تخانه الويب كام مره؟ 4 مرات. اقوم قايل اول حاجه المينيمم بتاعي 8 من 10. تاني حاجة أقوم رايح معوض في المعادلة اللي الكود بيقول لي أنت ما ينفعش تزيد عنها اللي هي 830 على جذر الـ F يل. يقوم جايب الـ T ويب بتطلع لي بـ 1.3. تالت حاجة من الشير، أقوم معوض في معادلة الشير أقوم جايب تخانة الويب 7 من 10. رابع حاجة هقوم معوض في المعادلة بتاعت الـ Compactness اللي هو القطاع ده معدي الـ 2.8 متر، يبقى أنت المفروض الـ D ويب على الـ T ويب ما تزيدش عن 365 على جذر اف فيل، هتلاقي انت خانه الويب هتطلع ب 1.6. يبقى اكبر رقم في الاربعه دول 1.6، يبقى انا كده جبت ابعاد الويب. تاني حاجه هنروح نجيب ابعاد الفلانجه زي ما اتفقنا ان انا هقوم واخد المومنت اللي هو انت جبته من الشيت اللي فات، فهتقسمه على 0.98 الاتش ويب، هتقوم جايب الكمبريشن فورس او التنشن فورس اللي موجوده على القطاع. طيب هتيجي تعوض بعد كده في المعادله هتقول ان الاستريس المسموح بيه اللي هو 0.58 بيساوي الفورس اللي هي السي اللي انت لسه حاسبها دي
تمام على الاريا اللي بتقاوم الكومبريشن. الاريا اللي بتقاوم الكومبريشن دي اللي هي الفلانج 1 على 6 من الويب، اللي هي البي فلانج في التي فلانج زائد 1 على 6 في الاتش ويب في التي ويب. طيب عندك كم مجهول في المعادله؟ عندي مجهولين اللي هي البي فلانج في التي فلانج اللي هي على بعضها بتساوي الاريا فلانج، بتساوي كام؟ بتساوي 238. هشيل البي واحط بدل 20 التي، هتبقى دي المعادله. هتطلع ان التي فلانج تبقى ب3.5 سنتي، وتقوم ضارب التي فلانج في 20، تقوم جايب البي فلانج اللي هي هتطلع ب70 سنتي. انت كده بقى معاك ابعاد القطاع كلها، هتقوم رايح هنا معوض في المعادله بتاعه الاي اكس، تحسب الاي اكس بتاعه القطاع، هتطلع بالرقم الكبير قوي ده، تمام، اللي هو 1 مليون وشويه. وتروح بعد كده تعمل التشيك، اول حاجه تشيك كومباكتنس، هيطلع قطاع نون كومباكت، فده ما فيهوش كلام. تاني حاجه التشيك بيندنج ستريس، ان انا اخد المومنت واقسمه على الاس اكس بتاعه القطاع، طلع لي الرقم ده ب2.03، وانت مسموح لك ب0.58 الاف فيلد، فطلعت سيف. بعد كده المومنت بتاع الفتيج هتقسمه على الاس اكس، يطلع لك رقم. هتقارنه بكام؟ هتقارنه ب1.26 اللي هو جبناه منين؟ جبناه من الجدول ديتيل بي مع النمبر اوف سايكلز ب2 مليون. بعد كده هتروح تعمل التشيك شير ستريس، ان انت هتقسم الشير فورس على الاتش ويب في التي ويب، وتقارنها ب0.35 الاف فيلد، وده غالبا بيطلع سيف بكتير، زي ما انت شايف كده ان ده الاسترس الحقيقي طلع 0.55 والمسموح به ب1.26. التشيك الاخير اللي احنا ما قلناهوش بقى واحنا بنراجع كده على الخطوات يعني بتاعه الحل، اللي هو ان انت تطلع السايز اوف ويند. يعني انت في الاخر عندك فلانجا وويب وفلانجا، انا الناس دي عشان تشتغل مع بعضها اقوم حاطط ايه؟ اقوم حاطط لحامات، لحامين هنا ولحامين هنا، تمام. فعايز احسب السايز بتاع اللحام ده هيبقى كام. فدلوقتي ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي اللي بيحصل ان لو انت حاطط الويب وتحتيه الفلانجة وملحمتش الناس دي مع بعضها، وجيت اثرت عليهم باحمال من فوق كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت الفلانجة مش نفس قوة الويب. يعني انت الفلانجة محطوطة في الاتجاه الضعيف بتاعها، خد بالك من حاجة، ان دي فلانجة، فانت لو جبت اي بليت وضغطت عليه ده الاتجاه الضعيف بتاعه، فهيتني جامد، هينزل جامد لتحت، وده اللي بيحصل للفلانجة، ان هي بيحصل لها استطالة جامدة كده عشان هي ضعيفة. طيب الويب، الويب انا بضغط عليه في الاتجاه القوي، يعني ده الويب بتاعنا اهو، انا بدوس عليه في الاتجاه القوي، فبالتالي الويب يعني يدوب هيريح سنة صغيرة كده لتحت، فده اللي هيحصل للويب، ان هو يدوب هيريح سنة صغيرة لتحت. حاجة كده بالمنظر ده، ده لو انت مش رابطهم مع بعض، فبنلاقي فيه هيظهر فراغ كده ما بينهم، ان هما الاتنين مش بيتحركوا نفس الحركة، الاتنين بيتزحلقوا على بعض، فبيحصل حاجة اسمها شير فلو. الشير فلو ده علشان نحسبه بيقول لك روح احسبه ازاي، احسبه بالقانون ده اللي هو كيو في اس على اي، يعني بيقول لك هات اكبر شير اللي انت حاسبه اللي هو الشير بتاع الديد زائد الشير بتاع اللايف، واضربه في اس واقسمه على اي. الاي دي اللي هي الانيرشيا بتاعت الاي بيم دي كلها، اي اكس اللي انت لسه حاسبها من شويه. طيب مين الاس؟ الاس دي الاس بتاعت الجزء عزم، بنسميه كده بالعربي عزم المساحة الأول بتاع الجزء اللي عايز يتفصل. أنت عايز تلحم مين؟ أنا عايز ألحم الفلانجة مع الويب عشان ما يتزحلقوش بالمنظر ده فوق بعض، يعني عايزهم يشتغلوا مع بعض، هما الاتنين يتحركوا زي بعض بالظبط، خلاص. فعشان يتحركوا زي بعض هلحمهم، يبقى أنا عايز ألحم الفلانجة مع الويب، خلاص. فمين الجزء اللي أنت هتشتغل عليه؟ الفلانجة، ألحمها مع الويب عشان إيه؟ اشتغلوا مع بعض. فالاس ده الاس بتاعت الفلانج بس. ايه عزم المساحه الاول؟ ده عزم المساحه الاول ان انت بتاخد الاريا تضربها في المسافه، ماشي، في المسافه مش في المسافه تربيع، عشان كده سميناه عزم المساحه الاول، ان انا باخد الاريا بضربه في المسافه بس من غير تربيع. فاخد الاريا بتاعت الفلانج اللي هي البي في التي، تمام، اللي هي كانت 70 في 3.5، واضربها في المسافه منين؟ من سنتر الفلانجه لحد سنتر القطاع،
طب انا عارف ان الويب كان ب 300 سنتي، يبقى النص الويب ده 150، والفلانجة نفسها التخانة بتاعتها كانت 3.5 سنتي، يبقى انا لو جبت المسافة من نص الفلانجة لحد هنا هتبقى 3.5 على الاتنين اللي هي 1.75، يبقى توتال المسافة من سنتر الفلانجة لحد سنتر القطاع هتطلع ب 151.75. على الانيرشيا هتجيب ايه؟ هتجيب الرقم ده، هتجيب الرقم بتاع اللي هو ايه، بتاع الشير فلو. خلاص، شير فلو ده بنسميه تاو. طيب ده وحدته كام؟ تعالى كده ناخده على جنب. ده وحدته كام؟ ده وحدته لو انت حسبتها وحدته هتطلع طن على سنتي، يبقى التاو او الشير فلو ده وحدته طن على السنتي. طبعا انا عايز اجيب مقاس اللحام، اقوم رايح معاك في القانون بتاع الاستريس، هقول ان الالاب الاستريس بيساوي الاستريس الاكتوال. اللحام مسموح ان هو يشيل لحد كام؟ مسموح لحد 2 من 10 الاف التيمت بتاعت الستيل. طب والاستريس الحقيقي بيساوي الفورس على الان في ال في الاس. تعال نمسكها واحده واحده. الفورس اللي بتاثر على اللحام الشير فلو ده، اللي هو اللي احنا قلنا الاثنين بيتزحلقوا فوق بعض، فده اللي بيحصل، بيحصل شير فلو. وحدته كام؟ وحدته طن على سنتي. يعني اللي انت حاسبه ده، الرقم اللي انت حاسبه ده، ده انت حاسبه لطول من اللحام 1 سنتي، تمام؟ فبالتالي انا لما اجي اعوض بالفورس هعوض بالتاو. دي الفورس اللي بتأثر على اللحام، دي الزحلقه اللي عايزه تحصل بس اللحام هيمنعها. الان عدد اللحامات، انا دلوقتي عندي كام لحام؟ انا شغال على الفلانجه اللي فوق او الفلانجه اللي تحت، الاثنين زي بعض، فبالتالي انا بشغال في ناحيه واحده، يبقى انا في الناحيه الواحده كان عندي لحامين. ال ال طول اللحام، انا شغال على ايه؟ على حته طولها 1 سنتي، يبقى مين المجهول الوحيد؟ المجهول الوحيد الاس دي اللي هنا في القانون ده، ده السايز بتاع اللحام، يبقى ده المجهول الوحيد. هروح اجيبه هيطلع عندي في المساله 0.32 سنتي، واحنا اقل واجب في الكباري المينيمم ويل ان هو 6 من 10 سنتي، تمام؟ ف 6 من 10 سنتي. معلش انا اسف، يعني الاس جت منين؟ نعم، الاس اللي هي الكيو ماكسيموم في الاس على الاي، الاس ديت معلش كان النت عندي بيقطع، معلش الاس اللي هي احنا في 2 اس عندنا، اللي انت بتتكلم عليها في القانون ده، ده السايز بتاع الويلد، تمام؟ طيب انا عشان اجيب التاو، التاو نفسها ليها قانون اللي هو بيساوي الكيو في الاس بتاعه الفلانجه على الاي اكس بتاعه القطاع ككل، تمام؟ طيب مين الـ مين الاس دي؟ الاس دي اللي هي الاس بتاعه الفلانجه، اللي هي عزم المساحه الاول بتاع الفلانجه، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اريه الفلانجه مضروبه في المسافه من سنتر الفلانج لحد ايه؟ لحد سنتر القطاع. ده سنتر القطاع وسنتر الفلانج، لو دي فلانجه كده احنا السنتر بتاع الفلانج موجود هنا، فتاخد المسافه دي، يبقى بتاخد اريه الفلانج تضربها في المسافه من سنتر الفلانج لحد السنتر بتاع القطاع، تمام؟ هتلاقي تعويضه اهي، دي اريه الفلانج اهي، ضربتها في المسافه من سنتر تو سنتر، دي كده الاس اللي احنا عوضنا بيها في المعادله اللي فوق. شكرا يا باشمهندس. نعم، ده كده اللي احنا كنا، يعني ده التصميم بتاع المين بيم، وده اللي احنا كنا عايزين نقوله النهارده. فهل في حد عنده مشاكل في اي حاجه من اللي احنا قلناه؟ حد عنده مشاكل؟ طيب، هو زي مفروض ما الدكتور قال لكم، يعني ان المحاضره والسيكشن بتوع الاسبوع ده مش داخلين طبعا في الامتحان، ده اللي كان الدكتور بلغوني يعني، ومفروض هو اكيد بلغكم بالكلام ده في المحاضره. اللي قاله لي الدكتور ان الامتحان داخل لحد الاسبوع اللي فات، اللي هي اللودز على المين جردر. فان شاء الله ربنا يوفقكم كده في الامتحان، ونشوفكم باذن الله السكشن بتاع الاسبوع اللي بعد الجاي. حد عنده اي اسئله قبل ما نقفل؟
طيب شكرا يا شباب، متشكرين جدا. شكرا يا باشمهندس. شكرا جدا.